في حديث في صحيح مسلم إن الله تعالى عن أبي هريرة قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال إن الله تعالى خلق التربة يوم السبت. هذا الحديث سمعته من الشيخ ابن عثيمين يقول إن هو حديث منكر وأنكره الإمام البخاري. صحيح كلام الشيخ محمد صحيح. هل هذا حديث منكر فعلا؟ أيوة هو من كلام كعب الأحبار، يعني هو مروي من طريق أبي هريرة عن رسول الله ووهم الراوي، والصحيح أنه من كلام أبي من عن أبي هريرة عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار عالم من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، فهو كلام كعب الأحبار ليس كلام رسول الله. وبهذا قال البخاري، قال 10 علماء قالوا هذا الكلام ليس البخاري وحده. طيب لكن سمعت فيديو برضو للشيخ الألباني يقول أنه حديث. أيوة أنا أعرف كلام الشيخ، بس دلوقتي إذا تعارض عندك كلام الشيخ ناصر الألباني مع كلام البخاري تأخذ كلام من؟ لا طبعا من البخاري. الله ينور عليك. طيب السؤال الثالث.